الحقيقة رجل يعني يبي يطبق القانون، هو رجل قانون أصلا يعني، ويفهم القانون احنا ما نفهم مثله. وقال لنا القصة، وكان معي رجالات الرياضة الكويتية، كان معي الأستاذ عبد الرحمن الدولة، الأستاذ جبر الجلاهمة، الأستاذ عبد المحسن الفارس الله يشفيه، كان معي جاسم السبتي، كان معنا مجموعة رحنا له وقال لنا القصة. قال أكو قانون محترم وعليه توقيع حضرة صاحب السمو، وحلينا الأندية اللي خالفت هذا القانون. فيصل الجزاف ايش دخله في الموضوع؟ اليوم لما جت الحكومة وحلت، شالت رئيس الهيئة الدكتور فؤاد الفلاح الله يذكره بالخير، نعم، فيصل الجزاف ما له شغل. حكومة جات وقالت حق الرئيس، رئيس الهيئة، أنت يبقى وصلت للسن القانونية وبالتالي أنت يجب أن تطلع تحلل التقاعد. ترى حتى فيصل الجزاف لما صدر في قرار مرسوم أميري، المرسوم لأن فيصل رياضي وصدره وسيع تقبل القرار بعودة الأخ الدكتور فؤاد الفلاح، خذ الحياد وقعد في بيته. كان يفترض لو أنا عنه يعني عفوا بصقر مو محسوب على جهة معينة فيصل، لا لا لا, لا ما أعتقد فيصل، هل الكويت كلهم يدرون لا لا لا, 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 لا فيصل لما يا جماعة لما فيصل طبق قانون يطبق قانون محسوب على مرزوق فؤاد الفلاح. أنا بسألك سؤال، وصار تضارب على فكرة يعني غضية سن السن القانونية. أنا بسألكم سؤال، مسأل الأخ سعد فيصل قال إنه في خلاف بين اثنين، لا كلام مو صحيح. شلون أنا أقول لك القرار؟ أول شيء لازم يعرف الشارع الرياضي اليوم اللي يخالف القوانين مو مرزوق، مرزوق يه أكو قوانين شرعها الله يذكره بالخير الأستاذ علي الراشد وأحمد السعدون وعادل الصرعاوي، وكان في لجنة اسمها لجنة المؤتمر الوطني الإصلاح الرياضي اللي كانت مشكلة من عبد الوهاب البناي رئيس، عبد الرزاق معرفي نائب رئيس، عبد الرضا عباس عضو، عماد السيف، سليمان العون، رولا دشتي، صالح الملة، كل هذيل يو باختصار خلص وقتنا ماشي صقر. كل هذيل يو وقدموا المشروع حق مجلس الأمة في وقت علي راشد. أبو صقر سؤال أخير، تؤيد ما فعله نادي الكويت خصوصا عندنا اللاعب هذا بنقحمه يعني بما فعله في كاس السوبر بعدم تسلم الكاس؟ وأنا نعم أؤيد 100%. لا انت ويا مرزوق عيل، لا وين راحت الاخلاق الرياضيه ابو عباس؟ يعني وين راحت ويا مرزوق؟ انا ما عندي وقت للامانه، انا ودي شلون قررت ان انا مرزوق؟ انت تقول ضمنيا شاركوا في بطوله نظمها الاتحاد، فضمنيا يعني هذا رايك، نظمها الاتحاد هذا رايك، بس انت ما تقول لي انا انت مع مرزوق ولا انت مع طلال. هذا عموما ابو صقر انا احترمك واجلك، وانا كذلك احترم رايك، بس انت قاعد تتهمني. هذا لا لا مو اتهام، انا هذه وجهه نظر مرزوق، واذا انت تطابق وجهه نظرك وجهه نظر مرزوق. يعني اذا قلت والله اللي سووه غلط مثلا انا مع طلال، لا انا قلت انا قلت ان وجهه نظرك تطابق ويا مرزوق. لا انت قلت لي مع مرزوق، هي مع مرزوق وجهه نظرك تطابق. خليني اقول لك هذه اخ مو اخلاق رياضيه، بس هذا اللي انا اقوله. بالعكس ابو صقر، ابو صقر مو اخلاق رياضيه اللي بخالف قانون البلد، هذا اللي مع اخلاق رياضيه. ابو صقر عزيز وغالي، عزيز ابو صقر وكلامك على عيني الراس، ونشكرك ابو صقر والسمبوسه اليوم عزيز ابو صقر، واشكرك اسماعيل العجمي اللاعب العمال المحترف في نادي الكويت، شرفتنا كزائر في ديوانياتنا. اشكرك لاعبنا النجم، انا سعيد فيكم جدا، وهذا النقاش اللي بينكم صراحه جميل جدا. الله يطول عمرك، هذا اللي تعود عليه اهل الكويت بالقلوب، ماكو شيء. لا لا ونعمه وفضل من الله. كاتب الصحفي الكبير فيصل مزين، شكرا جزيلا. يا هلا مرحبا. الظبي ذبحني الظبي مشكور، شاعرنا المميز معنا والله كان له بقصيده بيقولها، بس الوقت يعني انا ودي والله استمر، بس تدري ورانا برنامج خالد كاش مبلاش، فسامحونا على القصور يا جماعه. أنا سعيد جدا الحقيقة، والإمكانيات والاستعدادات وهالمجموعة الطيبة الحقيقة، يعني ما شاء الله بارك الله فيكم. الله يطول لي عمرك. أعزائي المشاهدين أيضا نشكر، بس قبل لا نشكر عشان نونس الفائزين مرة أخرى نؤكد على أسامي الفائزين في مسابقة سؤال أمس. الأولى الهنوف سعد الخالدي فازت معنا بساعة الماس، الثاني زيد عبد اللطيف بشير فاز معنا بتذكرة كويت دبي كويت، ثلاثة دلال خالد الدوسري فازت معنا بكوبون إقامة في فندق سويس بالبلازة 3 ليالي. أحب أنوه أن بكرة يتم إعادة الحلقة 7:15، نعم، كذلك الساعة 3:30 يعني تقدر تشوفها. 3:30 الظهر؟ ثلاث الظهر ولا الفجر؟ ثلاث الظهر، الظهر قبل الصلاة. نعم. خالد أنا يعني أشكر أخواني للأمانة يعني. نعم، وأنا أيضا أشكرهم على حضورهم معانا، ونشكر جمهورنا العزيز اللي شاهدنا، وإن شاء الله نكون خفيفين عليكم اليوم، وأيضا باكر انتظرونا مع ضيوف جدد الساعة 11:30 إن شاء الله، والغبقة معاكم، تصبحون على خير.